السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم أقدم لكم درس حول كيفية تركيب جهاز الانفرتر على السيارة. هذا الانفرتر يعمل على تحويل التيار المستمر من 12 فولت إلى تيار متردد 220 فولت. سأقوم بتركيبه على السيارة. طبعا لديه نقطتين توصيل، هو في الحقيقة سهل التركيب، نقطتين توصيل، نركب هنا الموجب وهنا السالب. لديه فيوزان للحماية 30 أمبير، نلاحظها 30 أمبير، به مروحة للتبريد، له هنا زر يقوم بالإشعال والإطفاء، كما هنا من هنا يخرج الكهرباء، هنا مصباح لليو اس بي، هنا به 5 فولت تشغل به تشحن به هاتف وما إلى ذلك. هنا النقطة الحمراء فويت، معناتها هناك شورت أو حمل زائد أو أن البطارية تكاد تنفد. هنا الضوء الأخضر، إذا اشتغل هذا الضوء الأخضر بمعنى أن هذا القابس يشتغل بشكل سليم. لتركيبه على السيارة قمت ب تركيب الأسلاك مسبقا. هنا طبعا السالب والموجب، أتيت بالسالب فقط من هنا، هذه النقطة ركبت السالب، والموجب أتيت به مباشرة من البطارية، يجب أن يكون مباشرة من البطارية إخواني. وهنا هذا القاب، هنا المأخذ، سأقوم بغلق الدرج لكي نفهم. أتيت به وضعته هنا، فالمأخذ آتي مباشرة إلى هنا، ركبته بهذا المكان، قابس جيد. كيف صنعته؟ كانت لي هذه القطعة، هذه القطعة أصلا تأتي هنا، تغلق هذا المكان، تكون بهذا الشكل، تكون مركبة بهذا المكان. أنا أتيت بواحدة أخرى ووضعت عليها هذا. كيف فعلت ذلك؟ أتيت فقط بمقبس ثم نزعت له القطعة الداخلية التي أحتاجها، هاته، وقمت بتركيبها عليه بهذا الشكل، ثم ثبتها ووضعت هنا ثقبا ليدخل المأخذ بها. هنا سأرجعها إلى مكانها. ثم أقوم بإيصال الأسلاك إلى الجهاز. طبعا تستطيع تركيب الجهاز بأي مكان أنت تريده، حتى تكون التهوية جيدة تستطيع استعماله تحت أسفل الكرسي. هنا أضع السالب، دائما ضع أخي السالب بالسالب. والموجب بالموجب. نقوم بالتثبيت جيدا، نتحقق من اشتغال هذا الجهاز. ننظر، هذه اللمبة مشتعلة كما قلنا. هنا عندما شغلنا الجهاز كما قلنا اشتغلت اللمبة الخضراء، دلالة على عمل المقبس. هنا المروحة تعمل بشكل جيد. سأقوم بإدخال المأخذ بمكانه ثم أدخله في الدرج. هنا أتيت بمصباح بسم الله، سأقوم بالتجريب. ربما لا
هنا اشتغل المصباح. طبعا تستطيع تشغيل عليه مضخة ماء كما في الفيديو السابق، تستطيع تشغيل به كامل المنزل ما عدا الثلاجة والمكيف. يجب عليك قبل تشغيل هذا الجهاز إخواني دائما أطفئ الأحمال التي لها أحمال زائدة مثل الثلاجة كما قلنا والمكيفات، نقوم بإطفائها أولا ثم نقوم بتشغيل الجهاز. أنا أستعمله في السيارة لتشغيل الكمبيوتر المحمول، وعندما أكون في أماكن ينقطع بها التيار أقوم بتشغيل السيارة وتشغيل هذا الجهاز، كما عندما أكون هنا بالمنزل وينقطع التيار أقوم بوصله بالمنزل. وكما قلنا دائما تتأكد من إطفاء المكيفات والثلاجة أو أي حمل زائد. وطبعا له استعمالات عديدة، تستطيع استعماله في استعمالات عديدة. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس، أرجو الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.